ومساحتنا الأولى لليوم رح تكون مع عالم الحرفة السورية، ومثل ما متعودين دائما يكون معنا الحرفيين السوريين لنحكي أكثر عن هي الحرف، عن واقع الحرفة السورية، أهمية الدورات يلي عم تصير على أرض الواقع، شو الصعوبات يلي عم يعانوا منها، وكثير من المواضيع رش رح تكون ضمن صباحنا غير. أكيد نرمين، دائما نحن بنحرص خلال صباحنا غير أنه نعطي مساحة للحرف السورية، لأن نحن دائما نشتغل على إبقاء حية. كثير في شفنا اشخاص عم يشتغلوا عليها كرمال انه ما تنسى، يعني اليوم رح نحكي تفاصيل اكثر ورح نستعرض هدول الاشياء الحلوه يلي موجوده قدامنا. اكيد رشا، وبيسعدنا نرحب اكيد بالسيد عدنان تنبكجي وهو امين سر هيئه مدربي حاضنه دمر المركزيه للفنون الحرفيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك استاذ عدنان. خلينا نبلش من الجمال اللي موجود هيك اليوم قدامنا، يعني العين الى حقها. نعم. واليوم اخذت، يعني نحن من اول ما دخلنا الاستوديو عم نتفرج عليهم، في شيء مشغول بحب، دائما نحن وقت نشتغل اي شيء بحب بينجح معنا. خلينا نحكي اليوم عن الجديد، شو دخلتوا جديد على الحرفه؟ كيف اليوم عم تقدروا تساهموا انه تبقى هاي الحرفه عايشه ضمن هذا التطور اللي عم نعيشه؟ يعني يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الحرفيين والحرفيات اللي عم يتابعونا. بتعرفوا الحرفي بأيادي الذهبية أثبت وجوده بكل العالم، يعني اليوم من لا شيء عم يصنع شيء. احنا عنا على طول في خطوط حمراء على التراث السوري اللي هي بنتابعه وما بنلعب فيه أبدا، يعني وإنما المستحدثات اللي عم تصير بالعصرنة. في عندك مثلا مثل هدول القطع اللي مساويهم أنا من خشب الزيتون. خشب الزيتون سبق وأنا حكيت عنهم قبل هلا، بس لكن في عنا جديد خشب زيتون، خيوط نحاسية مع الأبوكسي، أحجار كمان اللي هي عم تكون من الرخام، نعمل شرايح من الرخام، نعملها لوحات فنية كثير حلوة. أول شيء نشرح الشريحة تبع الرخام، كل أنواع الرخام، يعني كله هذا شيء محلي. بنرسم على الرخام، بعدين بنفرغ المكان اللي بدنا نحط فيه خيوط نحاسية، ونساوي داخل القطعة الفنية أما آية قرآنية أو لوحة بورتري لأي شخص بده يكون عملها تحديد حسب الطلب. وبعدين بننزلها ألوان المينا، كمان ألوان الفريش، الألوان كمان كلها من وحي الطبيعة اللي لحنا غنيين فيها. الحقيقة في إقبال كتير عليها، وهذا الفن ما له حدود، بحر كبير. وفي عنا نساوي لحنا حسب الطلب بالنسبة للمقاسات، بالنسبة للألوان، بالنسبة للماتريال. حتى اللي ما بده ياخذ قطعه من الحجر وعم تكون وازنه، خاصه بموضوع السفر، عم نحط لها البديله اللي هي من الخشب. هلا لاحظي اذا فينا نوجه الكاميرا نستعرضها، ناخذ هاي. هلا هاي من الرخام، حجر وازنه شوي، يوم مستعرض البيت. نعم. الدمشقي القديم، كان حديثه يعني. هاي قطعه هندسيه. نعم، فينا نساويها لحنا برياحية أكثر، بتكون دمشقية بحت، وإنما هي منشان تكون عليها طلب داخل سوريا وبرات سوريا، وبالحقيقة فعلا عليها طلب. طيب هاي القطعة يعني كتير مميزة نرمين، قد ايه حلوة بقلب البيت، خشب وخيوط نحاسية والصدر عم يكون هذا من الرخام. يعني نعم. كمان هون عنا مثال لوحة، نفس اللوحة، آيات قرآنية بكل القياسات، حتى القطع الصغيرة إذا واحد بده ياخذ صفينية صغيرة يعني جاي. هاي المرحلة الأولى، بنقص اللحنة وبعدين بنحط خيوط نحاسية، فيما بعد بننزل الألوان حسب رغبته. أحيانا بيقول لك أنا بدي هذا اللون بحبه، أحيانا هذا اللون ما بحبه، نحن بنراعي الظروف حسب الطلب. ما كنا نشوف الرخام يستخدموه مع يعني هي بتعطي تقل الوزن. نعم، هلا شوفي البديل، أعطيك هاي هون البديل. هاي ما في وزن لانه بدل الرخام حطينا خشب. يعني اليوم الحرفي السوري بيرضي كل الاذواق، مشان هيك محبوب بكل دول العالم، يعني مو بس هون محبوب الحرفي، كمان بكل دول العالم، لانه بيراعي الظروف، الحياه اللي بيتماشى مع الظروف، بيتماشى مع الطلب، ما في شيء لا. لك انا بدي هاي القطعه من الماتريال كذا، بتصير كله بيصير عندنا، ما في شيء ما بيصير. يعني كل المنتجات اليوم الموجوده بالاستديو هي من شغل حضرتك، فنحن عم نحكي. نعم. انا فريق عمل، بحيي فريقي انه احنا فريق عمل متكامل. طيب. عندنا مهندسين وعندنا حرفيين وحرفيات، ونحن اسره كامله بنتكون اكثر من 12 شخص.
خلينا نحكي اليوم عن قدرة اليوم الحرفي السوري على التنويع باستخدام هاي المواد، يعني عم نشوف الرخام، عم نشوف الخشب، عم نشوف النحاس، الألوان، حتى مواد مختلفة تماما. تقنيات اليوم هون ما بتختلف باستخدام المواد. كل حرف اليوم لازم يكون بيقدر يشتغل بكل هاي المواد، ولا هي اجتهادات شخصية عم بتكون؟ والله هي اجتهاد، يعني احنا وقت بيتعب السوق لازم نساوي البديل. بعدين انا بالنسبه لي وانتم عم توثقوا لي كل شيء عم ساويه، بوجه تحيه لكل فريق الاخباريه السوري الي وباسم زملائي كمان الحرفيين، انه عم تتابعونا باستمرار. يعني انا ساويت، ما عاد فيني اعرض نفس القطعه بخطوات لاحقه، لازم ساوي جديد. انتم كمان لكم دور انه عم تشجعوني ساوي منتج حرفي فني ابداعي جديد على طول. منعاصر كمان موضوع الماتيريال اللي عم تنزل جديد. هلا الابوكسي هذا صينيه من خشب الزيتون. ليه اليوم عم نستخدم الزيتون اكثر؟ أيوة. شيء كنا الحين نسمع بالجوز، خشب الجوز، خشب هذا خشب الزيتون ميت، يعني خشب او الشجره الميته اللي ما عاد في لها عمل نهائيا بنعمل لها شريحه. شوفي هلا هون ساوينا صينيه لها، نزلنا خيوط نحاسيه، حطينا لها ماده الابوكسي مشان تحميها وتحافظ عليها بشكل جيد. يعني ذكرتني عم نشوف كنا على النت دارج كثير طاولات عم تكون نفس الابوكسي، صحيح نفسها كثير تماما نفسها تماما، مقاسات كبيره. صح. ممكن هلا عم نساوي كمان صحون سجاير، عم نساوي صحون فنجين قهوه، صحون ضيافه، بتعطيكي طاقه كثير حلوه. الصيف الدمشقي اليوم مميز بقلب هاي الصينيه. نعم. طيب عم نحكي هيك بشكل عام عن العمل وفريق العمل، اول شيء بدنا نوجه له تحيه شخص شخص لكل الاشخاص الموجودين ضمن حاضنه دمار. قد ايه اليوم روح الفريق هي بتساهم بنجاح العمل؟ تماما. نحكي عن الفريق، عن المجهود المبذول، يا ترى هذا المجهود عم بيضاهي التعب؟ يعني نحن اليوم عم نتعب، عم نلاقي نتيجه هذا التعب بضمن الازمه وضمن الصعوبات اللي عم تواجهوها؟ هلا بالنسبه للحرف السوري بشكل عام المنتج تبعه يعني ما وقف ابدا الطلب عليه، بالعكس في تزايد، لكن في عنا يعني امور عم تعيق هذا الموضوع. صعوبات؟ في صعوبات. نحكي معلش نحكي عنها بشكل موسع، انه اليوم احنا كثير مهم انه نحن نضل نضوي ونشجع اليوم الناس لحتى تروح وتتعلم وتشارك باحياء هذا التراث. هلا اليوم الحرفي عم يخاف يكتب اوردر، شو السبب؟ بيجي واحد بيجي بده طلب، يعمل طلب. هلا الحرفي بسيط، ورشته ما بتتكون اكثر الحرفي من 10 اشخاص، 8 اشخاص، 6 اشخاص وما دون. وقت بده يعمل واحد دبلوم التصدير الاحترافي، وتعلمنا اشياء كثيره فادتنا، لكن اللي احنا بدنا نطبقها على الواقع صراحه بدنا دعم اكبر من هيك. وقت انا بدي اعمل اوردر وخايف اعمل اوردر، السبب اللي انا عم خاف منه، بدي انا المنتج تبعي يكبر. بعمل عقد وبده ياخذ الطرف الاخر، بده يعمل معي عقد وهذا حقه الشرعي، بده يقول لي خلال شهر بدك تعطيني. انا بطلب زياده فرضا 15 يوم نظرا للظروف اللي احنا عم نمر فيها. هال 15 يوم ممكن يحط علي شرط جزائي، ممكن انا وقت اعطاني دفعه دوبا زيت من شان موضوع انه انا تابع العمل وفيما بعد سلمه انا ما قدرت اعطيه العمل وغيري كثير كمان. ما هذا الامر اللي عم يصير. اول شيء احنا بدنا نراعي ظروف انه البلد في حرب ظالمة كبيرة على سوريا، على كل السوريين، نحن بنعرف هذا الكلام، لكن نحن بدنا نمشي بالواقع. فرضا الكهرباء ظروفها صعبة، الحرفي حط بطارية وحط الطاقة البديلة أو حط مثلا موضوع أنه مولدة مصغرة، هاي تكاليف إضافية، ما له مصنع، ارتفع سعر المنتج، آمنا بالله. في عنا موضوع، طيب نحن مشتقات النفطية اللي هو الغاز، يعني الحرفي اليوم لازم ننظر له انه نأمن له جره الغاز، او انا باخذ من برا فرضا من السوق السوداء خلال هذا العمل 4-5 جرات غاز، وما بدي اخذ انا كحرفي جره غاز من مخصصاتي. المفروض احنا نراعي الظروف. احنا بنوجه التحيه للاستاذ ناجي حضوي اللي هو عم يسعى، هو الاستاذ بأي شك ومدير حاضنه الدمر، الاستاذ ناجي حضوي رئيس الاتحاد العام للحرفي، لكن بدنا اكثر، بدنا اكثر، حتى لانه قوه انتاجيه ودعم للاقتصاد. كل حرفي عم يدعم 10 عائلات، ال10 عائلات مسؤولين كمان من وراهم، يعني
تجي وعنا أكثر من 100,000-200,000 حرفي بسوريا. يعني هدول قوة اقتصادية كتير كبيرة، فعالة مهمة بالمجتمع، عم هن سفراء لبلدهم، إن كان بسوريا عم يصدروا القطعة وإن كان برات سوريا عم يشتغلوا لهذا المنتج. أنا بطلب خلال شاشتكم الكريمة الدعم الأكبر بهالمخصصات، ينظر له أنه بنظرة جدية واقعية من خلال موضوع المازوت مشان نشغل المولدات، وموضوع اللي هو الغاز انه ينظروا له يدعموه اكثر. بس ما راح نضب صوتنا لصوتكم، ان شاء الله يوصل اليوم. ان شاء الله بيصل. لا بيصل ان شاء الله، وفي الناس عم تسمعنا وفي طاقة حلوة والخير قادم، وبدنا نشجع هذا الحرفي ليعمل أوردر واثنين وثلاثة من شان يشغل هالورشات وتصير الحركة، لأنه الخير قادم. خلينا نحكي ايضا عن موضوع مهم وهو بوابه لكم لتسويق المنتجات، هي المعارض يلي بتصير. نعم. هل المعارض المحليه اليوم صارت او هي كافيه للحرفي السوري لحتى يعرض منتجاته، ولا لا نحن بحاجه لمشاركات خارجيه لمعارض دوليه اكثر لحتى تصير هي الحركه، يعني الواحد يقدر بقى يسوي الاوردرات وياخذ عروض جيده من الخارج؟ حاليا نعم، الحرفي عنده خبره كبيره. صار هلا احنا من وجهه تهيئه الاستاذ اياد محمد انه حط للحرفيين اللي وخاصه بحاضن الدمار مفتوحه للتسويق الالكتروني مجانا، يعني هذا شكر كثير كبير له وللطاقم العمل تبعه انه كيف عم يدعموا هذا الحرفي انه يحط القطعه الحرفيه الفنيه وتصير بوابه الكترونيه عالميه. بما يخص المعارض، المعارض كمان هي في جمود عالمي، بتعرفي موضوع كورونا ولا الأزمة الاقتصادية وموضوع الحرب اللي كمان صايرة بروسيا إلى آخره، أثرت كله بشكل كبير. ما عم نحكي بالسياسة بس عم نحكي واقع إنه اللي احنا عايشين فيه أثرت على المعارض الخارجية. المعارض الخارجية بتلبق للسوريين. معرض دمشق الدولي عمره 65 سنة، احنا أول من ساوى معارض بالشرق الأوسط سوريا، يعني احنا بيلبق لنا المعارض وبننجح بالمعارض وبنعمل اوردرات بالمعارض وبنحرك كثير الورشات والسوق وبندخل قطع اجنبي. ان شاء الله الامور للاحسن والامل موجود والخير ان شاء الله ان شاء الله قادم. دائما نحن متعودين عليكم بنشاط رغم كل الصعوبات اللي ذكرتها حضرتك، ولكن اليوم حاضنة دمر هي من الجهات اللي رغم كل الصعوبات بتحاول انه تبقى موجوده على الارض. شفنا نشاطات، شفنا فعاليات لكم ان كان على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى ضمن تقارير ضمن صباحنا غير. اليوم شو في جديد؟ شو محضرين؟ شو عندكم نشاطات؟ هو مجرد انه نشأت الحاضنة بفترة، مفترضا نرجع 4 سنوات لورا باصعب ظروف تمر فيها سوريا، هذا لحاله انجاز. يعني كان في دعم كبير من قياده المركز، كان هو كمان بهدف تامين مشروع صغير لناس ضمن ظروف الحرب، يعني فرصه عمل. في فرص عمل من خلال الدورات، احنا الدورات اللي عم نعملهم، يعني كمان اللي بده يعمل دوره يضحي له شوي. احيانا في عقبه مواصلات، انه ما في مواصلات خاصه، هلا المواصلات موجوده وانما مواصلات خاصه للشباب والصبايا اللي بدهم يعملوا دورات احيانا ما عم يكون متوفر. طيب نحن بدنا نضحي اليوم، وقت الشاب بده يجي يتعلم اقل شيء عم يتعلم شبه مجاني، وانت بدك تصير بكره عنصر فعال بالانتاج، صبيه او شاب، خلينا نضحي شوي بمواصلات ما لا بعيده. دمر هي 7 كيلو عن محور او عن مركز مدينه دمشق. منطقه دمر واتسيا في ناس للاسف لهلا ما بيعرفوا بحاضنه دمر المركزيه للفنون الحرفيه هل هي بمكانهم. يعني احنا بدنا نشجع كمان على انه موضوع التعليم قائم. هي الحرفه بترفع راسك فيها، الحرفه اللي بدك اياها تعال تعلمها، ما انت ما بتعرف تختار الحرفه تبعك، احنا بنساعدك وين ميولك ومنوجهك على الحرفه الصح، وبتتعلم بشكل جيد، بتاخذ شهاده معتمده بتفيدك جوات سوريا وبرا سوريا، بتتعلم اشياء كثير كبيره، بتدخل قطع لبيتك لعائلتك لنفسك. الحكي كثير مهم، والموضوع هذا الشيء بيرفع سويه الانتاج اكيد. طبعا بيكبر الانتاج، وان شاء الله بيكبر انتاجنا، واللي عم يسمعنا يعني يعطينا شويه هيك من رغباتنا المنطقيه. نحن بدنا الحد الادنى للحرفي من مستلزماته، ان كان بالغاز او بموضوع المشتقات النفطيه. طيب. والكهرباء نحن عم نعالجها، هي مشاكل ان شاء الله هيك قريبا تنحل، مو بس للحرفيين لكل السوريين، هي مشاكل عامه عم بتكون. خلينا هيك بسؤال ختامي نسال حضرتك عن هي الدورات يلي عم بتكون. نحن بنعرف اي حرفه او اي شيء الانسان بحب يتعلمه بيكون عبر مراحل، لما نحكي عن حرفه يمكن بدها مده زمنيه طويله ليتقن المفاتيح الاساسيه لها. عندكم عم يكون في
المستويات الواحد بينتقل من خلالها، قديش مدة الدورات؟ عناوين أساسية اليوم عم تحسوها أنه الناس عم ترغب لها؟ هلا احنا منواجه مشكلة، بعض الصبايا والشباب بيقول لك أنا بدي أعمل دولة خلال شهر. حقيقة كثير صعب الموضوع، يعني بشهر مهما كان قدراته عالية ويعني ما لا يمكن يتعلم حرفة ويختمها بشهر. احنا ما عاد في عندنا وقت تقريبا، احنا بدنا نبدا بثلاث شهور مرحلة أولى، بعدين ثلاث شهور، يعني أنا فرضا 35 سنة من العمل ولسه بتعلم، بتتعلم وكلياتنا بنتعلم والأفق مفتوحة. ما يجي واحد يشترط قبل ما يتعلم انه انا خلال شهر بدي اتعلم الحرفه وانا عندي كفاءات عاليه. مهما كان عندك كفاءات عاليه، مع احترامنا الشديد له، لازم يصبر ويعمل دوره مرحله اولى ومرحله ثانيه ومرحله ثالثه الى انه بصير حرفي، وبعد الحرفي يعطينا ابداعه ويتجاوز مرحله القانون اللي لازم ياخذها انه بده يكون شيخ خار، بده فتره زمنيه طويله. بينما مستثنى بهذا الموضوع اللي عنده ابداع، ورجينا ابداعك خذ شهاده الاستاذ ناجي، بالعكس يعني مساعد كبير لكل واحد عنده ابداع. هو الاستاذ لؤي شكو عم يعطوه شهاده شيخ كار اذا كان مبدع. طيب شكرا كثير. كثير كان بنفسي نعرض هاي الكريستالي بس اخذها اكيد يعني، بس كثير تقيل قد ايه اليوم هذا الحجر بيعطي تقل للقطعه يعني. نعم. بدنا نشكر حضورك لليوم استاذ عدنان، وبنتمنى لكم انه هاي الصعوبات اللي عم نواجهها كلنا بحياتنا اليوميه يكون لكم دعم فيها وتقدروا تتجاوزوها، لانه انتم يعني اليوم عم تحملوا رساله سوريه لخارج البلد. شكرا لحضرتك وصباحك جمال على طول. صباحكم خير. احنا حتى نطلع من هاي الازمه لازم احنا حرفيين لنا دور كبير فعال انه نطلع من هاي الازمه جل. من خلال قوه الانتاج وانتاجنا اللي عليه اقبال كثير كبير، وان شاء الله يا رب الدعم بيكون قائم. ونحن ما بدنا دعم الا ما نعطي مقابله انتاج، اذا ما اعطينا انتاج ما بدنا هذا الدعم. شكرا لكم وكل التوفيق.